السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا الفيديو ديال اليوم. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم، ماشي في صاله ولا خياطه، اليوم غادي نشارك معكم الطريقه ديال كيفاش كنصب، كيفاش كنرقد الثوب وكيفاش كنشرو. حيت الثواب ماشي غير صبنيهم صافي ونشريهم. انا على حسب الحكم كيفاش تعاملت معاهم هذه المده كامله اللي انا كنخيط فيها، اكتشفت بزاف د الحوايج على حتى كيفاش نصبنو، كيفاش المده ديال التصبينه ديالو ما خاصهاش يفوت اما ساعه ولا ساعتين، ما نفوتوهاش في الماء. كاين اللي كيبيتهم، انا في الاول كنت كنقول نبيتهم، ولكن من بعد البنات لا بيتوهم كيقدر يكون هذيك التلاقيه اللي كيطلق. مثلا بحال دابا انا عندي هذا ثوب ديال الملحف وهذا ثوب رومي. الرومي يقدر ما كيكونش كيطلق بزاف، ولكن ثوب ديال الملاحف كنوا اكيدين كيطلقوا، ولكن ماشي مشكل في الطليق، المشكل في انه المده اللي غادي يبقى فيها هو في الماء. الا بقى مده كثيره وهذاك الشيء اللي كيكون طالع على الماء، واخا هو كيكون طالق الزروقيه ديالو او الكحوليه او كل لون واش كيطلق، الا كان كله مغطوس في الماء وتغطس غير ساعه ما تخافيش منه. الا خليتيه مده طويله وطلع بحال ما كيطلعوا شي بلايص طلعوا على الماء، هذيك البلايص هما اللي كيشدوا داك اللون، كيولي الثوب كيتشخمر كما كنقولوا، كيولي مبرقع باللوان. المهم اليوم غادي نشارك معكم كيفاش كنصب، كيفاش كنسطويهم ونصبنهم، وكيفاش كنشرم، حيت حتى التنشير كيلعب دور في الثوب. الا بغيتيه من بعد ما يعني تصبنيه ما يخسرش لك. نبداو على بركه الله. اول حاجه غنقول لكم البنات هو انني كنطويهم على الاتجاه اللي انا نطوي الثوب مقاد، يعني طويته على جوج، من طويت الثوب مطوي عندي مقاد طويته، من بعد كنشدو كنرطبو في السطل. البنات كيف ما كتشوفوا ها نتوما شعمرت السطل ديال الماء وخشيت فيه التواب بجوجهم، خشيتهم فيه وهما مطويين كيف ما مطويين. المهم انا دابا ملي درتهم في الماء، ياك درتهم في الماء وهما مطويين كيف ما كتشوفوا. الوان عندي تقريبا كلهم في حال في حال. قلت لكم الا كان التوب كيطلق، راه كاين التوب اللي كيطلقوا، حيت دابا هذا التوب الملحف يقدر يطلق من بعد مني كيطلق. الا طلق ماشي مشكل، الا كان واحد المده. انا كنوصيكم ما تخليوش ما تبيتوهمش البنات، حيت شي الا كانوا كيطلقوا وهذا الشيء اللي طالع على الماء. مثلا شوفوا هنا بحال هكا كيف ما كتشوفوا، هذا الشيء طالع، هذا هو اللي كتشد فيه ديك الصباغه. اللي وسط الماء ما كتشدش فيه، ولكن اللي خارج على الماء هو اللي كتنشف فيه ديك الصباغه، وهي اللي فاش كتخسر الثوب. اما الا كان كل وسط الماء وغير مده ساعه ولا ساعتين، هي اللي انا كنخليه ساعه ولا ساعتين، هذه اللي نسيتو ساعتين، اما اكثر هي غير ساعه من بعد كنشرو. كيف ما كتشوفوا هنا عندي اللوان بحال بحال. الا كانوا عندي اللوان، كاينين اللوان غامق، اللوان ملونين غامقين، اللوان الملونين مفتوحين كنعزل المفتوحين بحدهم والمغلوقين بحدهم، صافي كنخليهم واحد ساعه ولا ساعتين، من بعد نوريكم كيفاش كيتنشر، حيت التنشير كيلعب دور في البيجاما باش ما تخسرش لك من بعد. نتلاقاو مره ساعتين البنات. هنا فين كنشر انا التواب، من بعد ما رقدتهم واحد ساعتين اشنو كندير؟ كنهزهم. علاش؟ انا قبل ما ترقدوهم يكونوا مطويين، طويهم ورقدوهم في الماء. علاش؟ على قبل باش ملي كيهزو التوب بحال هكا كتهزو التوب، انا كنعصرو غير شويه بحال كنعصرو بحال هكا غير شويه، وكنلقاه مطوي. ملي كنلقاه مطوي كنخليه كنطويو التوب. البنات كنشروه مطوي على جوج، ما نسرحوش التوب على واحد. الا سرحتوه البنات على واحد كيضربوا البرد، كيترخف بزاف من بعد مني كتخيط البيجاما، وكتولي هي كتولي على جوج. من بعد مني كتولي البيجاما كنوليو نشروها على جوج. الا خيط الا نشرتوها ونشرتوها على 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 واحد، راه كيضربها البرد كتيري. من بعد مني كتخيط وتولي على جوج ما كتقدرش، ما كتيريش، كتولي تتزير شويه. حتى التوب النشير ديالو كيلعب دور البنات. الا مثلا البيجاما ديالنا غتفصل بحال ما هكا، وانتوما في الثوب نشرتوه بحال ما هكا، راه الثوب غيعطينا العرض. من بعد مني غادي تخيطوها مني غتفصلوها وتخيطوها وتلبسوها، التصبينه الاولى مني غتصبنوها وغتعاود مني غتعاود تنشر على الجهه العكس، فهداك الشيء اللي كان عراض مني كنتو قالبين الثوب وعراضه لتحت غيولي الضعاف وتنزل لتحت. كنتمنى الشرح ديالي يكون مفهوم البنات. راه هاد راه الطريقه ديال النشير تاع الثوب حتى هي كتلعب دور في البياسه في البيجاما. الا من بعد الا صبنتوها حتى تخيطوها وتلبسوها وتصبنوها، راه تقدر تشرب ليكم الطوال. كما قلت لكم البنات هكا خاصو يتنشر على الجهه. انا
هكا غتفصل البيجامه ديالي. يعني هنا الحافه ديال الثوب كما كنوريكم، الحافه هي اللي كندير فيها، كندير فيها الصدر، كندير فيها عفوا كندير فيها الكتف والتركيز وداكشي. والتحت هنا هو فين كاين الجلال، يعني كنتخيلوا بحال البيجامه ديالنا غنشرو هكا كما هي. الثوب يكون على جوج البنات ماشي على واحد، ما تسرحوش الثوب على واحد بحال ما كان البنات كنشرو كالبنات هكا، حيت هكا هك على الطول. يعني البيجامه بحال تخيلوا البيجامه بحال ملي غنخيطوها غادي نفصلوها هكاك، يعني البيجامه بحال تخيلوها راه بيجامه ومطويه على جوج. كون قلبت الثوب نشرته على العكس ديالو بحال ما هكا، يعني نشرته على، حيت دابا هذا ملحف طويل، كون نشرته على الطول ديالو مثلا هذا الثوب الثاني مثلا، هذا الثوب ياك، الثوب عندي هو هذا. انا غنفصل البيجامه، غتكون عندي البيجامه بحال انا شاده البيجامه عندي بحال ما هكا، انا غنفصلو هذا التحت هو اللي غيكون عندي جلال، وهنا فين غادي يكون الكتف. خاصني نشر البيجامه بحال ما هكا. الا قلبت الثوب فنشر البنات ونشرته على هذه الجهه، فهو راه كيعطينا كيهبط لينا لتحت، كيعطي العرض من بعد ملي كنقلبو، كنقلبو البيجامه ملي كنقلبو كنخدمو كنفصلو البيجامه ديالنا، كنفصلوها من بعد ملي غتصبن التصبينه الثانيه، ملي غتكون ولات البيجامه غادي نصبنوها، غادي تدير غنصبنوها، غتولي داكشي اللي عطاتو في العرض اللي كان مقلوب الثوب غتولي تعطيه الطول، وغادي تضعف داكشي اللي كانت عرضت فيه غادي تضعف. داكشي علاش كنوريتكم الطريقه ديال الثوب البنات، كيفاش ترقدوه كيفاش تنشروه، حيت شي حاجه ضروريه البنات في البيجامات. الا كنتو باغين تخدموا على الداخل في الخارج، يعني نتوما غتردوا البال على حساب الثوب كيفاش غتفصلوه. تخيلوا الثوب غتنشروه على حساب الاتجاه اللي غتفصلوه، تخيلوه بحال البيجامه، بحال البيجامه اولا جلابه على الجهه اللي غادي تكون اللي غتفصلوا عليها هو اللي غتنشروا عليها البنات. كنتمنى الفكره ديالي توصل لكم، راه ما عرفتش بالضبط كيفاش نفسر لكم، ولكن كنتمنى انا حاولت ما امكن نوضح لكم، واللي ما فهمش شي حاجه يقولها لي البنات. هنا غادي نشر هذا حتى هو. هنا البنات انا نشرتهم بجوج، وغادي نتسناهم، انا نشرتهم دابا عندنا المغرب، دابا غنخليهم حتى الصباح ينشفوا ليا ونحيدهم. الطريقه كيفاش غادي نحيدهم البنات، محدهم هما منشورين كيكونوا مسرحين وطالقهم البرد، يعني كيكونوا ما فيهمش، كنطويهم مقادين بحال غنطويهم بحال غادي نفصلهم، كنطويهم على الاتجاه اللي غنفصلهم عليه باش ما يتكمش، ماشي تشدوا الثوب وتكمشوا باش ما يعاونكم في الفصاله. من الحبل انا كيف كنهزو من الحبل كنطوي على بحال غنفصلو، كنطويه مزيان باش يجيني باش يبقى الثوب مسرح. الا تكمش كيعنكش في الفصاله، خاصكم تعاودوا تصلحوه عاوتاني، وخاصكم تيعذب كيعنكش وكيزيدكم في العبارات. اللهم انا من الحبل كيف كنحيدو من الحبل ما كنشدوش كنكمشو، من الحبل كنشدو كنطويه. الفيديو ديال اليوم البنات سهلة، نتمنى من الله نكون فدتكم ووصلت لكم الفكره اللي بغيت نوصلها لكم. اللي اول مره غيزور القناه ديالي طلبا مني وليس امرا، تشتركوا وضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. هنا نقول لكم بالسلامه عليكم، الى فيديو اخر ان شاء الله.